هاي صلاحات بشار الأسد. شوف الدمار، العجان كلها طالعناها من هون من البيت. الجار واحد بوسط الأولاد. الله يفك رقبتك يا بشار، الله يفك رقبتك. ليش خصفكم خالي؟ ليش خصفكم؟ ليش خصفكم؟ ليش خصفوا لكم البيت؟ خصفوا لنا البيت، هذا من تلتو من عند شركة المياه في الصواريخ. لأن عم نطالب بالحرية، لأن بدنا ناكل نشرب الحرية. هاي إصلاحات بشار الأسد. شوفها يا عالم يا عرب يا هو. شوفها أولادنا كلها بالبيوت كانت. خلي يصلح حرف الاس الجربان. شوفوا اصلاحات بشار الاسد، شوفوا كل الاولاد كانت بالبيت، تهدمت البيوت علينا. الله يطق رقبتك يا بشار، ان شاء الله ما بتموت قدام، ان شاء الله امك ما بتموت قدام ما طلتع عليك. 22/6/2012 بعد صلاه الجمعه، استهداف الحي الغربي منطقه الحولي. 22/6/2012 استهداف الحي الغربي منطقه الحولي، اسفر عن وقوع عدد من الاطفال المصابين باصابات خطيره. انظروا يا عرب، انظروا يا مسلمين، اثار الدمار